والله انا مش كمان في سعودي بس اعطي فيك مش كمان لك مباشره دم في المدينه في الدار البيضاء قبل ما حطيت البيت فيه افارقه موجودين او ثانيه السيب هذه اللي ولات هنايا السلطات الامنيه والسيد العامل اللي حاضر هنا قبل المكان هذا كما تتبعوا معنا متابعين قناه صوت عدالة تي في حريق الوقايه المدنيه طومباري ما حتى تفاوض باش ما يبقاش واحد الكارثه عدنا اللي هنا في المكان هذا اللي هذا ملعب القرب فرضا ما حطاش ولاد الزيان ما كانش واحد ديال الساكنه في السلطان كل يطلبوا من الوقت من الاقامه في الواجب المهني ديالهم ومازال تتجنبوا في هذا الحريق هذا كل يطلبوا من الوقت في هذا الساتيري في هذا المباشر هنا الاكياس البلاستيكيه ديالهم والحوايج ديالهم ولكن عده اشياء اللي تشوفوها وطاها وداكشات اللي كاينين هنايا مازال الضوء اللي كانوا مدخلين من البوطوات غير خاونين وبزاف د الحوايج بين قناة صوت على بصر تي في بصراحة هاد الشي هدا اللي كيضرب في الخاطر إذا نشوفو أمامنا هنايا يعني راه شي كتير هاد الشي هدا رجال الأمن حابسين أفارقة باش ميدخلوش لهاد المكان هذا باش كل واحد ميكونش شي ضحايا ميكونوش مشاكل كتار ميكونوش بزاف د الحوايج سيد القائد ديال ملحقة 19 اللي تاهو بالحضور ديالو مشكور اللي قام بالواجب المهني الأول الأعوان السلطة الناس اللي معاه باش يشوفو يهمدو هاد الحريق هذا اللي تتبعو معنا هنا أسلاك كهربائية وعدة أشياء اللي تحرقات ولكن الحريق مازال مهمد تمناو من الوقاية المدنية مشكورين اللي هما قاموا بالواجب ديالهم المهني باش يهمد هاد الحريق هذا شوفوا الحريق مازال شاد ومازال هما داخلين لداخل وسط كاين كاين المكان اللي هما فيه عشرات المليون داخلين الوسط باش يشوفوا داك الاكياس ديالهم كي اللي مخلي فلوسه وكي اللي مخلي بزاف الحوايج اللي تتبعوا معنا في قناه صوت على بصر تي في هاد الشيء هذا اللي نصدوهم الناس الى هنا متابعينا في قناه صوت على بصر تي في غادي نخليكم في مباشر جديد ان شاء الله تحياتي لكم